تفقد مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محرب ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير الأوضاع ببحيرة المنزلة. وتفقد محلب والوزير والوفد المرافق لهما مصرف بحر البقرة الصحية ورصدوا ما به من تلوث وتابعوا أعمال تطهير البحيرة وإزالة التعديات المقامة عليها. وتأتي الزيارة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف التعديات على أملاك الدولة وبصفة خاصة بحيرة المنزلة.